والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة، يستعرضها معنا مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا إلهام نمر وشكرا محمد عبده. أهلا بكم مشاهدي الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. قالت وكالة مودز الدولية للتصنيفات الائتمانية أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعزز من فرص التمويل إلى مصر. أوضحت مودز أنه من المحتمل أن يؤدي حصول مصر على برنامج صندوق النقد الدولي إلى إضافة 6 مليارات دولار إضافية للدخل الرسمي، مما يسهم في تلبية احتياجات التمويل السنوية للحكومة بنحو 10 مليارات دولار. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة سجلت خلال الأشهر والشهر الجاري أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي وأكبر حمولة صافية يومية للسفن العابرة في تاريخ القناة. أوضح رئيس هيئة القناة أن عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر ارتفعت لتسجل 703.4 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 27.2% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الهيئة لحركة الملاحة بالقناة والتي شهدت عبور 65 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.7 مليون طن. في أسواق المعادن النفيسة انخفض سعر الذهب العالمي إلى 1641 دولارا للأوقية، ومحليا سجل الذهب عيار 18 ما قيمته 1050 جنيه، عيار 21 1225، عيار 24 1400 جنيه، والجنيه الذهب وصلت قيمته إلى 9800 جنيه. نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مصادر بمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك أن المنظمة لن تغير من توقعاتها بشأن الطلب العالمي على النفط والمقرر صدوره في نهاية الشهر الجاري. أشارت المصادر إلى أن الطلب العالمي على النفط سيستمر في الارتفاع لفترة أطول مما يتوقع كثير من المحللين، وذلك على الرغم من الدور المتزايد للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية. أضافت المصادر أن نمو الطلب على النفط يبرز الحاجة إلى استمرار استثمارات جديدة في هذا القطاع. انتهت الوقفة الاقتصادية، نعود من جديد إلى محمد وإلهام. شكرا لك مصطفى.